اريد اكل. تريد تاكل؟ شو تريد؟ مو قلت لك اريد اكل. تريد اكل؟ اخويا انت، ابويا انت، شو تريد؟ عفو اخويا، انا ما ادريك مسوي لك شيء، قلت لك اريد اكل وهاي. انا هم ما اذيك. يعني الاكله المفضله عندك شنو حتى اجيبك اياها؟ اسف اخويا، العفو، شهدكم اكل. عندنا باميه نظيفه، باذنجان على تمن، باميه على تمن، يابسه على تمن، بوتيته على تمن، قوز على تمن، سمك على تمن، وكل شيء اللي تريده على تمن. العفو خير، العفو، اسف اسف. ترى الرؤيه عندي غوش. نعم. لان انت شبشت كل المطبخ علي وخبط بس هو. فلو تعيد رجاءً عيد. باميه على تمن، يابسه على تمن، قوز على تمن، سمك على تمن، بوتيته شاب على تمن، وكل شيء اللي تريده على تمن. العفو، عندكم كباب؟ عندنا. زين جيب لي العاد بوتيته شاب. ما عندنا. العدلوه ايش قلتها ضمن الاسطوانه اللي سمعتها؟ هذا حوار حاضي ولازم الكته. جيب لي كته. يصنف؟ لا قصدي هذا يجيب لي ايش يسمونه؟ دجاج. وبعد؟ وبس. ماكو دجاج. ليش؟ وين راح الدجاج؟ وين جيب دجاج بوحده ماكو. يعني من اجيب لك دجاج لازم يرافقه فد شيء. زين لا عاد جيب لي ويا الدجاجه ذيج. تتشاقى فضني عاد، شو تريد ويا الدجاج؟ ابوها. شو تريد؟ فضني بالعجل. جيب لي دجاج على تمن. يلا قول من الاول. دجاج على تمن. تنك ولا يضحك. ميت فلس لويش؟ ها؟ مال لبن؟ ما اريد لبن. هم تريد لبن؟ ابو المطعم يزعل عليه. عبر مني، عبر. يزعل؟ اي لا ما اقدر انا ازعل ابو المطعم. كل شيء ولا رجعني 3 دراهم. شنو؟ ربع هذا رجعني 3 دراهم. ما عندي خلطه. بعدين بعدين. ما عندي خلطه. اي والله اللبن. ما وش قد؟ اخوي عيب، المي ببلاش. تدري انت الوحيد وسط هذا الحشد ريحت اعصابي، بارك الله فيك. شكرا اخي، شكرا. 75 فلس ابويا. اخوي انت مو قلت المي ببلاش؟ فلوس الزلاطه؟ وينها الزلاطه؟ تفضل. ورا جيب اخوي. يرحم والديك، صيح لكل جماعتك، لا كل ساعة واحدة بخرع لي بدور لك. أخويا أنا آخر واحد. أكيد أكيد. روح. يمكن زلاطة، يمكن. والله لكل. العفو. سمون. تفضل. أريد هذا الجطر. تفضل. انا اروح. وين تروح؟ اشتكي. علي بدي اشتكي. اخويا يرحم والديك، بس اسالك سؤال. قبل ما تذبحون هاي الدجاجه احد غاثها؟ قول لي احد غاثها. تقصد يعني؟ اخويا هاي الدجاجه نازعه كل لحمها، ما بيها لحم، هاي شلون اكل؟ هذا الموجود. ما بيها لحم شلون؟ بغاثيها تقول. حسابك؟ دينار 625. نعم. دينار 576 زلاطة ولبن واصيل. شلون؟ 625 او دينار. ابوي ترى انت متوهم. ليش متوهم؟ ترى انا اكلت دجاجة مو صقر. حبيبي حكى نطق ذبحني ولا يحكي من ساعة ما طبيت الى هسه. حكي اخيرا حبيبي. ها عيني. حسابك؟ ايه. مطعمنا عليه رجل. ابويا ترى انت جبت لي دجاجه محصبه. دجاجه محصبه؟ الدجاج مالنا بصحه جيده. إيه؟ واني شخصيا اشرف على اكله قبل الذبح. اخويا ما تقول لي شو توكلوا، همبرجر لو كباب؟ بس فهموني. ادفع ادفع.
يطلع منك العالم حسابك يسوي دينار